خاضت ساكنة كريان مقيليب الصفيحي بحي النسيم بالدار البيضاء صباح اليوم وقفة احتجاجية، وذلك بسبب غمر مياه التساقطات الأخيرة لأكواخهم القصديرية وأراضيهم الفلاحية المجاورة. بعض سكان الدوار يحكون لشوف تي في ما وقع. ما نعسناش، ما كاينش نعاس بزاف، ديما بحال هكا، ديما مكرفسين، ديما ما كاينش شي نهار، ديما يجيو يكذبوا علينا تما اللي تنتخبوا عليهم ولا المسؤولين، ديما تيجيو يكذبوا علينا، غنديروا لكم غنفعلوا لكم غنديروا لكم الفن، هذه التكرار قديما مكرر علينا وديما تيكذبوا علينا. منظر هذه الفيضانات يتكرر سنويا عند حلول موسم المطر، مما اضطر السكان إلى تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية لإيصال صوتهم للمسؤولين عن ملف إعادة إيواء قاطني دور الصفيح بمدينة الدار البيضاء. الأطفال الصغار هم الفئة الأكثر تضرراً من أوضاع هذا الحي الصفيحي، وخصوصاً المتمدرسين منهم والذين وجدوا صعوبات جمة في الالتحاق بفصولهم الدراسية. سكان كريان مقيليبة يطالبون السلطات بعدد من المطالب المشروعة والتي ستحفظ لهذه الفئة المهمشة حقها في الحياة الكريمة. هذا حال دوار مقيليبة بحي النسيم بالدار البيضاء، فيضانات غمرت براريك السكان في انتظار التفاتة من مسؤولي مدينة الدار البيضاء عبد القادر الفطواكي وعماد كامل من عين المكان لقناة شوف تيفي.